أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا مساء الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد تردد أنباء عن تقييم. وقالت الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA توصل إلى أن العملية لم تكن لتحدث دون علم الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نفته السلطات السعودية. وفيما يلي النص الكامل لبيان ترامب الذي نشره البيت الأبيض، قال ترامب إن دولة إيران على سبيل المثال هي المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية في اليمن، وتحاول زعزعة استقرار محاولات العراق الهشة نحو الديمقراطية، وتدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، وتدعم الديكتاتور بشار الأسد في سوريا بين قوسين الذي قتل الملايين من مواطنيه وأكثر من ذلك بكثير. وبالمثل قتل الإيرانيون العديد من الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تقول إيران علنا وبقوة كبيرة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. تعتبر إيران الراعي الرئيسي في العالم للإرهاب. من ناحية أخرى فإن المملكة العربية السعودية ستنسحب بكل سرور من اليمن إذا وافق الإيرانيون على المغادرة، وسيقدمون على الفور المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية على إنفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي. بعد رحلتي التي شهدت مفاوضات كبيرة إلى السعودية العام الماضي، وافقت المملكة على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهذا هو مبلغ قياسي من المال سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل وتنمية اقتصادية هائلة وثروة إضافية كبيرة للولايات المتحدة. من أصل 450 مليار دولار سيتم إنفاق 120 مليار دولار على شراء معدات عسكرية من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايسيون والعديد من كبار مقاولي الدفاع الأمريكيين. إذا قمنا بإلغاء هذه العقود بحماقة فإن روسيا والصين ستكونان المستفيدين الهائلين، ويسعدان للغاية بالحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة. الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديا معروفين بتورطهم في قتل السيد خاشقجي والتخلص من جثته. يقول ممثل المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان عدوا للدولة وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا. إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن. ومع ذلك قد لا نعرف أبدا جميع الحقائق المحيطة بقتل السيد جمال خاشقجي. على أي حال علاقتنا مع المملكة العربية السعودية لقد كانوا حليفا عظيما في حربنا المهمة جدا ضد إيران. تنوي الولايات المتحدة البقاء شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا وإسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة. هدفنا الأسمى هو القضاء التام على تهديد الإرهاب في جميع أنحاء العالم. أدرك أن هناك أعضاء في الكونغرس يرغبون لأسباب سياسية أو غيرها في الذهاب نحو اتجاه مختلف، وهم أحرار في فعل ذلك. سأدرس أي أفكار تقدم لي، ولكن فقط إذا كانت متسقة مع الأمن والسلامة المطلقين لأمريكا. بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ
على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم. بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، أعتزم أن أضمن في عالم خطير جدا أن تواصل أمريكا السعي من أجل مصالحها، وتنافس بقوة البلدان التي ترغب في التسبب بضرر لنا. ببساطة شديدة يطلق عليها أمريكا أولا. وهنشوف دلوقتي لحظة بلحظة إيه اللي حصل لحظة مقتل جمال خاشقجي. في تفاصيل تسجيلات مقتل جمال خاشقجي، دخل أولا إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018. استقبله 4 أفراد من الفريق الذي نفذ عملية اغتياله في القسم ألف داخل القنصلية السعودية، ثم جذبه أحدهم فور دخوله لهذا القسم. حينها رد عليه جمال خاشقجي كما ورد في التسجيلات: اترك ذراعي، ماذا تفعلون؟ عند دخول جمال خاشقجي إلى غرفة في القسم ألف، وجد في استقباله العقيد السابق وهو المتهم الأول الذي طالبت النيابة السعودية بإعدامه، حيث كان قائد عملية قتل جمال خاشقجي. وقال لجمال خاشقجي: يا خائن، سوف تحاسب. فصرخ خاشقجي في وجهه، ومن ثم تطور الأمر وتم جره إلى القسم ب في القنصلية السعودية الذي يضم المكاتب الإدارية. في الدقائق السبعة الأولى قبل تقطيع جثة جمال خاشقجي داخل القسم ب، كان هناك نقاش حاد بين الطرفين ومشاجرة كلامية لمدة 4 دقائق، ثم حقنوه بمادة تخثير الدم التي أشعرته بالشلل، ثم وضعوا كيسا بلاستيك فوق رأسه حينها خرجت منه كلمات صعبة النطق: أرجوكم، لدي فوبيا الاختناق، انزعوا هذا عني. وقبل لفظه الأنفاس الأخيرة تلقى قائد الفريق مكالمة من رئيسه قال له فيها: ائتوني برأس هذا الكلب، حيث أمر بعدها بتقطيع جثة جمال خاشقجي ليأتوا برأسه إلى السعودية. بالعودة قليلا إلى ما قبل دخول جمال خاشقجي في هذا اليوم المشؤوم إلى القنصلية السعودية، كشفت صحيفة يعني شفق التركية أمس أن فريق آخر دخل القنصلية لم يقابله جمال خاشقجي، لكن جثة جمال خاشقجي قابلته، حيث كان فريق مكون من 4 أفراد تابع لمحمد دحلان تم تدريبه في لبنان، كانت مهمته فقط مسح الأدلة المتعلقة بجريمة القتل، كما كان مسؤولا عن المعدات التقنية والمستلزمات الكيميائية. وظل 3 أيام في تركيا عقب عملية مقتل جمال خاشقجي للانتهاء من عملية مقتله. وبالعودة إلى ما حدث أثناء مقتل جمال خاشقجي، عقب أمر الرئيس بتقطيع جثة جمال خاشقجي، توقفت الفرقة عن خنقه وقاموا بإعطائه حقنة أخرى بعد حقنة تخثير الدم عملت على تخديره فقط وليس قتله، ثم قاموا بتقطيعه إلى أجزاء وأخذوا رأسه فقط داخل صندوق معد لنقله للسعودية. أما عن باقي جسده فقد وضع في القسم جيم في القنصلية السعودية، وتعامل معه فريق محمد دحلان الذي قام بوضعه في بوكسات بلاستيك ووضعوا عليها حمض الهيدروفلوريك حتى تحللت ما بين يوم 2 أكتوبر إلى 6 أكتوبر، ثم ألقوا بها في الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول. ثم استكمل فريق محمد دحلان مهمته في تنظيف المكان الذي استغرق حتى يوم 14 أكتوبر. عقب التخلص من جثة جمال خاشقجي، قام الدوبلير الذي ارتدى ملابس جمال خاشقجي في مشهد تقشعر له الأبدان بدم بارد، ارتدى ملابسه قائلا: حذاء جمال خاشقجي ضيق، سأرتدي حذائي أنا وهذا لن يثير الانتباه. ثم قاموا بإعطائه التعليمات وكانت كالتالي: عليك السير لأربعة شوارع، اركب تاكسي واذهب للسلطان أحمد، تخلص من ملابسك ثم عود إلى هنا مرة أخرى. أما عن تورط خديجة جنكيز في مقتل جمال خاشقجي، فقبل مقتل جمال خاشقجي ب10 أيام وفقا لصحيفة برافدا الروسية، اتصلت خديجة خطيبة جمال خاشقجي المزعومة
به لتخبره بأنه يجب علي الحضور لاستكمال العمل على موضوع صحفي كانوا قد بدأوا فيه منذ فترة. وكان جمال خاشقجي في انتظار دلائل عليه ليكون قنبلة الموسم. وكان جمال خاشقجي حينها في واشنطن مع زوجته المصرية حنان مطر. وعندما جاء إلى تركيا استقبلته خديجة جنكيز، وبعد يوم من تواجده في تركيا هاتفته السلطات التركية للتوجه للقنصلية السعودية في اسطنبول للتحقيق معه بشكل ودي، وهذا يؤكد معرفة تركيا بكل ما كان سيحدث داخل القنصلية، وزرعت الكاميرات بطريقة غير مشروعة لتوريط السعودية. ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في 2 أكتوبر 2018 ولقي حتفه، وكانت النيابة السعودية قد أكدت على تقطيع جثة جمال خاشقجي وطلبت بإعدام 5 أشخاص من بين 11 متهم. هذا الخبر من أهل مصر.